هنقول بالتفصيل شويه حاجات دلوقتي. خلاص التجربه الثانيه انا هفترض ان الاشعه عموديه، خلاص هربط ده على انها عمود الشمس هي وان الاشعه عموديه. طيب ماذا لو ان الشمس قريبه؟ ماذا لو ان الشمس بعدتها شويه بعدتها شويه بعدتها شويه حاله الغروب؟ خلاص بعدتها، كل ما بعد الشمس بقيس الجهد وبقيس المسافه وبقيس شده الاضاءه واشوف العلاقه بين شده الاضاءه وبينها. ده مش كده وبس، لا ده انا يا عمي اروح جايب حاجه سودة، اي كرتونه سودة كده، واقول له والله تعالى حجب الاشعه، حائط بين الاشعه اللي احنا بنسميه الشادو افكت اللي هو تاثير الظل. لو انا برج من الابراج وبيتي دورين وانا حاطط لوحين والشمس راحت او البرج عمل ظل على احد الالواح او اللوحين، ممكن يكون ظل كامل، ممكن يكون نص ظل، ممكن يكون ربع ظل، هيظهر تاثيره في الجهد المتولد. خلاص مش كده وبس، لا ده انا ممكن اتحكم في شده الاضاءه بتاعتي. ماشي، الشمس عند الشروق بيكون ضوءها كذا، لما تعلى شويه ضوءها كذا، لما تعلى شويه كذا، ثم يبدا الضوء بتاعها يخفض شويه لما تدخل في مرحله الايه؟ في ايه تاثيره برضه على الجهد الايه؟ عند الجهد المتوقع. كم تجربه احنا قلناها؟ كتير. ماشي؟ اربعه. اول حاجه العلاقه بين زاويه الميل والجهد المتولد عند سجود الشمس بتاعتي، ثم المسافه، ماشي، ثم تاثير الظل، ماشي، ثم تاثير الاضاءه نفسها على الجهد اللي على الجهد المتولد. خلاص نفس الكلام اللي احنا هنعمله مع هذا اللوح، ماشي، هنعمله مع اللوح الثاني. خلاص عندي اصبح لوحين. نفس الكلام اللي احنا اخذناه في الفاندمنتال الكت الصغيره دي، حطينا اثنين توالي اثنين توازي. طيب ماذا نحط؟ اثنين توالي، اثنين توالي نحط باي باس دايت، ما نحطش باي باس دايت، بنشوف الدنيا فيها ايه. خلاص تعالى بقى نشوف محتويات الايه اللوحه الكبيره دي. فين الكلير؟ فين الكلير؟ ده كلير قول. اه صح كده، ايوه يس يس. خلاص يس كمان مره يس. خلاص طيب تعالى نعم عايز ايه واحنا نقول لك؟ انا عندي اللوحه اهوت او البانل اللي هو الميجرمنت دي اساسيه جدا، لان الحاجات اللي انا هبصها الان مكرره في بدايه اللوحه. هبص الان عندي اثنين انبوت اهوت سالب وموجب. اي لوح شمسي، اي لوح في الشمس في الدنيا هو بيطلع منه طرفين سالب وموجب. ادي السالب والموجب. طيب وبعدين سالب وموجب عشان اقيسهم، شوف اقيس اقيس، شوف انا بدخل ادي السالب والموجب اهم طالعين الاحمر والاسود. وطبعا كل ما كانت الدنيا كلر كودد كلما ده هيريحك ويريح الطالب، وبالتالي هتلقى كل كده مع صندوق قد كده اهو في وصلات احمر اسود احمر اسود اخضر اسود احمر اسود اخضر اصفر على حسب الحاجه اللي انت هتستخدمها في الايه؟ في التجربه. كل استاك كل كده تكفيها، يعني ما اروحش اخد من الكت الثانيه اسلاك عشان اوصل. خلاص فكل كت لها اسلاكها بالوانها المختلفه. فانا عندي سالب وموجب، اذا عندي احمر وايه؟ اصفر. احمر واسود، وفي راجل ازرق بعض الاحيان بيبقى اصفر بعض الاحيان بيبقى اخضر. ده الكابل اللي انا بوصله بالسنسور ده هو عشان يقيس لي الراديشن ويقيس لي درجه الحراره. خلاص انا وصلت الوصلات بتاعتي بين اللوح وبين الميجرمنت بتاعي. اول ما اعمل اون طبعا الراجل بافوميتر لازم له باور، بحط له الباور بتاعي منين؟ من الكهرباء، له فيشه بحطها له في الكهرباء بتاعت المسافه. اول ما بعمل اون واشغل الاضاءه هيطلع لي الجهد الموجود هنا ودرجه الحراره ودرجه الايه؟ ودرجه الاضاءه في اللي في الشاشه بتاعتي. خلاص اتفضل. خليتين تقول لي اقصى جهد ممكن. نعم هو كذا يقيس. هو هيقول لي نعم. اعتبرني ان انا ما اعرفش، هو هيقول لي ايه اقصى جهد يطلع، ماشي، ايه اقصى تيار هيطلع، ايه اقصى تيار متى يطلع اقصى تيار هنا؟ عند حمل انت بتاع كهرباء متهيألي صح؟ اقصى تيار القسطة
ايوه لما اعمل شورت سيركت خلاص، ولذلك هتلقى الاوبن سيركت فولتج اللي هو بيسموه اكبر جهد الدايره وهي مفتوحه، واكبر تيار والجهد بيحصل ايه شورت سيركت. فانا عايز اقيس الجهد خلاص، هسيب الخارج بتاعي مفتوح هيديني اقصى جهد هنا. طب عايز اشوف اقصى تيار، هروح شورت موصل الاثنين دول، اعطاني شورت سيركت اللي هو اكبر تيار يمكن ان انا اسحبه من البند خلاص. طيب يبقى اذا النقطتين دول هما نقطتين خارج، انا عايز اوصل اثنين توالي مثلا، ادي الثاني اهو متوصل بالموجب والسالب بتاعه خلاص. اوصل ايه؟ عايز اوصل بالموجب، اوصل ايه دي؟ سالب الاولاني معمول. شوف واحد يقول والله موجب سالب وكده، ممكن اوصل ادي الموجب الاولاني خلاص بايه تاني؟ بالسالب خلاص، واخد الموجب بتاع الثاني بالسالب بتاع الاولاني خلاص، عملت اثنين ايه؟ توالي خلاص. احنا قلنا لابد انه يكون موجود دايود، قلنا وظيفه الدايود ايه يا جماعه؟ السنه الجديده بس اللي جت معانا، انت معانا يا فندم؟ ايوه ولا ضيفه؟ لا هي ضيفه. ضيفه ولا معانا؟ فيزياء يعني؟ طيب خلاص، يبقى سؤال مش بيرفكت. الدايت ده احنا قلنا هنستخدمه ايه؟ حمايه باي باس يعني، لو انا عارف ماشي، او ان انا ممكن اعمله بروتكشن لو ان حاطط ايه؟ بطاريه تشتغل وهكذا. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للميجرمنت. طبعا في صوره ثانيه بس احنا مش عايزين نجيبها. في الراجل ده شايفين الراجل ده عباره عن حمل متغير بس لا اكثر ولا اقل. يعني حمل متغير ليه؟ متغير القيمه عشان انا احط احمال على ايه؟ في احمال ثابته عندي، في احمال ثابته، في احمال ثابته اللي هي اللود دي، في مقاومه ثابته اهي ماشي، في مقاومه ثابته اهي، وفي مقاومه متغيره اهي. وفي كلتا الاحوال لو حطيت مقاومات ثابته هيبقى التيار ثابت. لو انا حطيت الكلام ده على مقاومه ماشي، وبالتالي كل ما اغير المقاومه كل ما اغير التيار المسحوب من الايه. تعال نجرب كده ونشوف الدنيا. ايه ده يا جماعه؟ خلاص كده انا استغنيت عن اللوح الثاني ماشي، وهبدا اشتغل على اللوح الايه؟ طبعا كل حاجه انا بقولها عن اللوح الاولاني هتقال على اللوح الثاني، مفيش اي مشكله. هو الراجل عمل ايه هنا؟ الراجل عمل ايه هنا؟ على الشورت عشان ايه؟ سرعي. عشان نشوف الماكسيمم كارنت والماكسيمم. نبدا. شربتوا الشاي؟ شربتوا الشاي؟ اشرب انت يا رب الشاي. اشرب انت الشاي. خدني جنبك. انا هبدا الاول باللوح، اللوح السنسي اهوت من الخلف. اتفضل بس. اللوح الشمسي من الخلف. ايه اللوح الشمسي من الخلف؟ طالع منه حاجتين اهم، سيب السلك الاخضر طلع منه قطبين اهوت، واحد موجب احمر اهو والثاني سالب اسود اهو، يبقى ده موجب وسالب اهو. طلعت ورحت جاي ايه؟ ادي الموجب والسالب اللي طالعين اهمت اهمت اهمت، رايحين فين رايحين فين رايحين فين؟ موجب وسالب. دول اطول سلكين في العالم اهو. ليه اطول سلكين؟ ليه اطول سلكين؟ عشان يديني حريه حركه في اللون خلاص؟ طيب وماذا بعد؟ اروح موصل ده وموصل خلاص ارتحنا كده. انا هقيس الجهد ده مظبوط كده ولا ايه؟ طيب عايز اقيس درجه الحراره والريديشن اهو خلاص، زي كابل النت عندكم في البيت، اروح مدخله عادي خالص ماشي، واروح مدخله فين؟ في الناحية الثانية اهو، اوعى ثانية اهوت ار جي 45 اهو، عشان اقيس الجو عشان اقيس الراديشن
الراديشن والتي بانل ده بيقيس لي الإضاءة وبيقيس لي درجة الحرارة. والثاني هو دي سي ميتر بانل 1 للبانل 1. دي سي ميتر هيقيس لي جو، هيقيس لي تيار، هيقيس لي قدرة. خلاص ماشي، احنا كده وصلنا، ده كده واصل كده خلاص، اثبت على ان ده الراجل ده عمودي اهو. ماشي اشغل ده، حد يشغل ده يا جماعه، حد معاه مفتاح ثبت خلاص، ثبت ثبت خلاص تعالى. خلاص تعالى نشوف الصن. الصن ده بيسموه الدائج، الجهاز ده هو لا عايز واحد بس، ماشي يبقى واحد على ده وواحد على ده. ده متوصل عندك؟ ده مش متوصل يا فندم. ده متوصل، ده مش متوصل، حطه عندك يا سيد محمد. تعال بس نشوف الدنيا هنا، نشوف الدنيا هنا، الدنيا هنا. ده بيسموه صن سيم. صن سيم يعني ايه؟ سيميوليتور فور صن، يعني محاكي للشمس. خلاص ده عباره عن مجموعه كشاف، يعني الكشاف كان ده 400 واط كده ولا 500 واط كل كشاف. طب الله يعين الكابل يا شيخ، ما تشغلش كله عشان الكابل الابيض، ربنا يستر على. لا ما تشغلش اكتر من مجموع الكشافات على على مشترك، خلاص عشان التحميل. طيب شكرا الراجل، جزاه الله خير. ماشي يا فندم، تسلم. الراجل ده المحاكي للشمس هو عباره عن اربع كشافات، هو كل كشاف 500 واط، والعاقده طبعا ده قال يعني، وفي بانل اهيت انا بقدر اتحكم فيه في هذه في اضاءته. الراجل ده بيشتغل اهو، اهو الراجل ده بيشتغل خلاص، استوى شغال لي اهو الاضاءه. ماشي ده اضاءه وحراره يعني مش اضاءه بس، خلاص ماشي ولع يعني مش ايه. وهنا في مفتاحين، في مفتاح اوف وفي مفتاح ايه ده، في اوف اهو، وفي ايه ديت اوتو ماشي، وفي ده ايه مانوال. انا عاده بعملها مانوال، بعملها مانوال ليه؟ عشان اقدر اتحكم في الاضاءه يدوي، عشان اقدر اتحكم في الاضاءه من المفتاح اللي في ايه اهي. خلاص وبكده انا بعمل محاكاه للشمس من اول الشروق اهو الشروق، وبعدين ببدا اطلع. وطبعا الراجل ده هو كل الاضاءه اللي هنا ديت بتنزل على اللوح، والراجل ده هو بيحس بيها بيقول لي شوف الاضاءه، شوف شده الاضاءه كذا 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 كذا. خلاص انا بزود 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 زي ما انا ايه زي ما انا عايز. خلاص بعض الناس يقول لك لا انا عايز اشتغل اوتوماتيك، مع انها خارج نطاق الموضوع مش موجوده يعني. بروح محول الزرار اللي تحت على اوتوماتيك خلاص، وفي سلكتين اهمت، سلكتين اهمت بيتوصلوا فين؟ سلكتين دول بس، شوف السلكتين دول، وابدا انا اغير من هنا. ايوه بس طبعا عشان يجيب سلكتين رفيعين ياخدوا 10 فولت من هنا، والراجل ده فهتحد من حركه الايه؟ من حركه المعمل. فكل الشغل اللي جاي من معمل مانوال 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 ايوه، كان فصلت البوتنشيومتر زي الفرق كده خلاص. فانا انا هنا هظبط اهو، انا ظبطت اهو وابدا اشغل بسم الله. اللو الميتر الموجود ده لو باور اهو، في فيشه اهي 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 خلاص، متوصله بالمشترك وانا بركبها خلاص. والمقاومه المتغيره لها برضو ايه اهي اهي ماشي، لها برضو مشترك انا ايه بركبه فيه. خلاص اشغل بسم الله، اشتغل ماشي، واروح الراجل ده كده بتعمل مقاومه متغيره. لا مش عايز اعمل، انا مش مدخل المقاومه المتغيره دلوقتي، مش جبناها على الاوتوماتيك. طالما ما دخلتهاش في الموضوع يبقى ما استخدمتهاش. خلاص اهو ايه اللي حصل، ايه القرايه اللي انت شايفينها؟ الفولت والتيار والباور، هو الراجل هو على طول بيقول لي الفولت كذا والتيار كذا والباور كذا والمقاومه الداخليه بتاع الراجل. احنا قلنا ده بانل، بانل يعني ايه؟ يعني مجموعه خلايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، كل مربع من المربعات دي هو عباره عن خليه، والخلايا اما متصله توالي داخليا بقى، دي مش بتاعتنا دلوقتي.
ماشي، اما ان هي متصله داخليا او الخطوط البيضاء دي، شايفين الخطوط البيضاء دي هو اتصال الخلايا جوه البانل معايا مع بعض، بحيث انا والله في النهايه عمل لي لوح، اللوح ده هيديني 20 فولت ولا 20 فولت على حسب الايه، على حسب الايه حجم اللوح اللي عندي. خلاص احنا لسه ما عملناش، خد بالك يا اخي كده 10 فولت، كده 10 فولت من الضوء العادي، جايه منين؟ الضوء العادي من الضوء الابيض. الراجل هنا شوف عايط لي عاطل الانرجيشن كام؟ 18 واط لكل متر مربع، 18 واط لكل متر، ودرجه الحراره كام؟ 29. خلاص ماشي يا جماعه، نبدا نشغل بسم الله. بص بص ايدي، بص الايدي، بص الايدي، بص الايدي، بص الايدي، ادي ايدي اهي، الراجل ده بيكون مقفول بفتحه سيركت بريكر. خلاص، والراجل ده اخليه على المانوال اللي تحت، ده اللي فوق ده اللي تحت، مانوال فوق مانوال طيب. هو كده على المانوال خلاص، وابدا على الراجل اللي فوق، علي 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 علي. فين الاضاءه؟ فين الاضاءه؟ ايوه فين فين الراجل هنا عمل ايه؟ بس 16 ايوه، 10 وكده بتزيد 17 وكده، شوف لي الجهد، شوف الجهد، شوف الجهد، شوف الجهد، والإضاءة ده أكبر حاجة، لا أكثر، 21 فولت. خلاص 21 فولت. انا لو حطيت ايدي كده حاجات الضوء، لو حطيت ايدي بس على السنسور ايه اللي حصل؟ ده عشان الراديشن، عشان الراديشن درجه الحراره، هل اتاثر الجهد؟ اتاثر مش قوي، ما هو الجهد مش هيتاثر ليه؟ لان ده مالوش دعوه بده، ده بس ده حساس بس عاديه، اصل هي عاديه، لكن الراجل اللي بيولد لي الطاقه هو ده اللوح الفعلي اللي تحت ده، دي زياده عندنا. نعم، لو عملنا نفس التوصيله ديت على الخلايا الثانيه، هي نفس يعني عملنا 40 فولت 20 ب 40، لو انت موصل توالي، حسب انت موصل توالي، موصل توالي الشغل بتاعنا، لو وصلنا متوالي مع بعض لا تسبق الاحداث. خلاص يبقى انا كده شغلت اهو. اول تجربه قلنا ايه؟ ادي العمودي اهو، طبعا لازم ده ينضف عشان اخد اكبر قيمه. خلاص وابدا اول تجربه عندي اهو، اللي هي العلاقه بين شده الاضاءه والبعد المتولد، ماشي، اللي هو الاوبن سيركت فولتج. هل انا حاطط حمض هنا؟ لا مفيش، مش حاطط حاجه خالص، وبالتالي ده القرايه اللي هنا هتكون اوبن اوبن سيركت فولتج، والتيار هيكون اقل لما يمكن، قد يكون زيرو، ليه؟ لان مفيش حمض بيسحب.